ولا يشترط في الإمام أن يكون براً 100% مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز الصحابة، ما يشترط أن يكون الإمام صافياً ما فيه نقص، بل ولو كان فاجراً يعني فاسقاً لم يصل إلى الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، ما بقيت إمامته فإنه يبقى له صلاحية الجهاد ويطاع في الجهاد ويصلى خلفه لأنه مسلم، ولو كان عاصياً ولو كان فاسقاً ولو كان جائراً وظالماً، لأن المصلحة في الجماعة أرجح من المصلحة في التفرق عليه والاختلاف عليه.